بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، وغفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول رحمه الله تعالى: الدليل على تعليم الصلاة بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بالفعل، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر فيصلي، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان وعلى خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، في طهيرة يوم الخميس المخلص للأربع الخلون من ربيع الآخر عام 1440 و400 وآله وصحبه وسلم، ونحن في طريقنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذه المذاكرة العلمية، وهكذا كان السلف رحمهم الله يستغلون أوقاتهم في الضعن والترحال والذهاب والمجيء، فينثرون العلم وينشرون المسائل ويتدارسونه بينهم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أسفاره يعلم الصحابة وينشر السنة عليه الصلاة والسلام، وكما كان السلف رحمهم الله في أسفارهم أيضا. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يحرص سنة كاملة ليصحب عمر في سفره في الحج، ليسأله عن قوله تعالى في المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهكذا الإمام أحمد ويحيى بن معين يرحلان إلى اليمن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمهم الله جميعا ليطلب عليه العلم، فلم يجداه فيذهب إلى مكة حاجين، فلما يلتقياه يقول له يحيى: اسأله الآن وخذ عنه. قال: إنما النية أن تكون في اليمن. ثم بعد ذلك وهما خارجين إلى صلاة العيد، فكل منهما ينظر صاحبه لكي يكبر، ويصير بينهم هذا الحوار الذي يقول له: هل من السنة التكبير إلى الخروج إلى العيد؟ إلى غير ذلك من هذه المسائل، كلها تدلل على أن السلف كانوا يقطعون أوقاتهم في كل وقت يطلبون العلم. ابن أبي حاتم قيل له: بماذا حزت هذا العلم؟ قال: ما تركت فرصة أقرأ فيها على أبي إلا قرأت عليه، حتى إذا كان في الخلاء إني أقرأ عليه. وذكر كثير من ذلك في كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، وفي شذرات الكتب المنثورة التي تتكلم عن ذلك. ويكفي أن جمعا من العلماء ألفوا كتبهم في رحلاتهم، كما الإمام ابن القيم رحمه الله المتوفى سنة 55 و700 ألف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وفي رحلة للحج من دمشق إلى مكة. وهكذا كان السلف. هذه هي سنة الصحابة الكرام، سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وسنة السلف الكرام في مدرسة العلم في كل وقت يعمرون به أوقاتهم ويزينون به أقمارهم ولياليهم. هذا الكتاب الذي بين يدينا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد ألف في هذا الفن جملة من أهل العلم قديما وحديثا، ومن المعاصرين من كتب في ذلك كتاب الماجع للشيخ نافع عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني، الذي ألفه قبل قرابة 7 عقود من وقتنا هذا. وهذا الكتاب للشيخ مقبل الوادعي ألفه في دماج، أعاد الله إليها السنة والسلفية والخير والبر والبركة، ونجاها من شرور هؤلاء الرافضة المعتدين المجرمين وأذنابهم، إنه على كل شيء قدير. ألف متنه وجعله ليجعله للطلاب، وخلال الكتاب وما ندرس فيه سيكون هناك حوار بين الطلاب وبين الشيخ. وأخذ في ذلك في طرة الكتاب بين السنة في هذا، أن النبي صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة، وفعلها عمر بعده رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كان: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو العمدة في الباب، من حديث مالك بن الحويرث الذي رواه أحمد والبخاري وغيرهما رحمة الله على الجميع. فأصل المد للشيخ مقبل شيخنا أبي عبد الرحمن رحمه الله
والشرح فيه لابنته عائشة والشيخ مقبل لم يعقب ذكورا وأعقب إناثا، وكنا خيرا من كثير من الذكور، فشرحنا كتب الشيخ وحشينا عليها وانتشر علم الشيخ، وكان يقول للطلاب أنا أكثركم أولادا. قالوا وكيف ذلك؟ الشيخ ما عنده ذكور. قال لأنكم كلكم أولادي. وصح قوله رحمه الله، فانتشر علمه ونثر خيره وبره رحمه الله، فلا تكاد تجد كورة عامرة إلا وفيها طالب أو طويلب قد قرأ على الشيخ مقبل أو قد تعلم على أشرطته وعلى كتبه، فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياه صحبة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. السؤال يا شيخ، هل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خاص بنا يمكن أن يفعل للتعليم؟ نعم نعم، لا، الأصل أنه عام، أنه عام، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. تكبيرة الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر. ومن أهل العلم من أجاز أي كلمة فيها تعظيم، لأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة أيها الفضلاء الكرام لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، ومن شروط الصلاة هو ما يسبق العبادة، والشرط في اللغة العلامة. قال الله عز وجل فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، والشرط في اللغة هو العلامة، وفي علم الأصوليين هو ما يكون من عدمه العدم ولا يكون من وجوده عدم ولا وجود لذاته، الشرط هو العلامة. وفي علم والشرط أيها الفضلاء الكرام قلنا هو العلامة، وعند الأصوليين ما يكون من عدمه العدم ولا يكون من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط ليس شرطا أن يكون أن يوجد المشروط. ومن شروط الصلاة وهي التي تكون قبل العبادة كدخول الوقت وستر العورة والنية والطهارة واستقبال القبلة. ومن أركان الصلاة هذا هو الركن الآن، الركن هو تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر الذي يدخلك في الصلاة فيحرم عليك ما أحل لك قبل التكبير كالأكل والشرب وانتقاض وضوئك إلى غير ذلك. فإذا قلت الله أكبر فقد كبرت بالإحرام. ما معنى هنا الإحرام؟ أحرم يحرم حراما، يعني أحرمت بالصلاة فأصبح يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل أن تدخل فين؟ في الصلاة. فيحرم عليك الأكل، ويحرم عليك الشرب، ويحرم عليك هنا البول أو الغائط أو فعل ما ينقض الصلاة وما يبطلها. الصيغة التي عليها أهل العلم جمهور العلماء، قال الأحناف هي صيغة الله أكبر، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ويصح كل لفظة فيها تعظيم لله عز وجل، ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الصيغة فيها الله أكبر. وقال الشافعي يجوز أن تقول الله الأكبر، الله الأكبر، فإن الألف واللام هنا إنما هي أفادت هذه الصفة الله الأكبر. ونقول هذا أيضا لا يصح، لأن المقصود بقول الله أكبر مبتدأ وخبر، يعني الله أكبر من كل شيء، فهذه اللفظة التي تقال وما دونها فلا يجزئ في الصلاة، ما دونها لا يجزئ في الصلاة. نعم. وبالنسبة يا شيخ لتكبيرة الإحرام للمسبوق، البعض يدخل مسبوقا والإمام راكع،
فيكبر تكبيرة واحدة ويركع. ممتاز، هذا الصواب عند أهل العلم أنها تجزئهم، لأن القاعدة تقول أن الأدنى أن الأعلى ينوب عن الأدنى، وأن الأدنى يدخل فين؟ يدخل في الأعلى. والأكمل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، ومن كبر للإحرام ثم ركع أجزأه ذلك، فإن الأعلى قد ناب عن الأدنى، وإن الأدنى قد دخل فيه قد دخل في الأعلى. دعاء الاستفتاح بعد دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام في الحاشية، نقول الحاشية فيها طوال. نتكلم بالحاشية؟ نعم. طيب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق. هذا يسموه حديث المسيء صلاته، وبعض أهل العلم كره ذلك، قالوا لكن لو قلنا حديث الذي يخفى في صلاته فإنه لم يتعمد إيش؟ فإنه لم يتعمد الإساءة. وعلى كل حال فلا حرج من قال حديث المسيء صلاته بعد هذا الذي اشتهر على ذلك، فقوله ليس تنقيصا في هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، إنما هو من باب الذكر، من باب ذكر الحال. ومن فوائد هذا الحديث هي أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يلمه عليه الصلاة والسلام أنه دخل المسجد لم يسلم عليه، وهذا فيه أيضا فائدة أخرى يقع فيها كثير منا أيها الفضلاء الكرام، أنه يدخل المسجد فينشغل بالسلام على من يلاقيه، ثم بعد ذلك يبدأ بإيش؟ يبدأ بالصلاة. والصواب أنك أخي الحبيب لا يصح لك إذا دخلت المسجد إلا أن تبدأ بماذا؟ الصلاة. تبدأ بالصلاة، لأن المسجد هو بيت الله تبارك وتعالى، تبدأ بتحيته عز وجل، تحية الله تبارك وتعالى في صلاة ركعتين لا وهي تحية المسجد، وبعد ذلك الأمر فيه ساعة. لكن إنك إن دخلت فانشغلت بالسلام على هذا وعلى هذا، ضاع الغرض من أصل تحية ماذا المسجد. هل يسوق لك أن تدخل بيتا أيها الكريم الطالب فتنشغل بغير أهل البيت دون أن تسلم على أهل البيت؟ من باب أولى أن دخلت هذا البيت بيت الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، ثم تنشغل به عز وجل، وأن تنشغل بتحيته تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تبحث إلى غيره من الأشياء. ولا ينبغي لأحد أن يلوم أحد يقول دخلت ما سلمت علينا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه أنه لم يسلم عليه، إنما لامه أنه لم يحسن ماذا؟ صلاته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يصح لطالب العلم أن يراقب غيره إذا أراد أن ينصحه، ما في مانع، ما هي لقافة، ما في حاجة، إن أنت طالب علم عندك علم إن شاء الله عز وجل، فجأة دخل أحد الناس وكذا وجدت فيه عليه أخطاء، فلا بس أن تخلو به وأن تقول له ترى أنك أخطأت وكذا، أقول لك يا خلك من لقافة هذه يا أخي، من راقب الناس ما يتأمل، يا أخي من راقب الناس في غير فائدة هذا ولا الذي ما يتأمل، أما من راقب الناس لخير. أنا أحكي لكم قصة، أحد الشباب كنا في المسجد، كلام ده قبل قرابة 10 سنوات ونيب، وبعد انقضاء الصلاة وخف الناس وكذا وجالس يقرأ في المصحف، فقلت له قراءتي لحن وأنا أستمع إيش إليه، فقلت له يا ابني الله يسلمك في مسجد كذا عندهم حلقة بعد صلاة إيش؟ الفجر، فلو كذب إليهم ينتفع بهم، أبشركم الآن هذا حصل على ماجستير في الجامعة الإسلامية وتزوج ابن الدكتور اللي بيدرسه لأنه هو في الدكتور من طالب فاشل مفصول من أم القرى في الهندسة مدخن وهو إلى هذه ما فيها لقاء، بالعكس هذا فيها نصح للمسلمين وفيها فائدة ليش؟ للمسلم، وفيها سنة مين؟ للنبي. النبي جالس يرمقه على إيش؟ الصلاة وتم التسليم، ويتابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قدم له هذه النصيحة العظيمة التي صارت حديثا إلى يوم قيام الساعة، نستفيد منه وننتفع وننتفع به وننتفع بعلمه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن في الصحابة كان عمر أبو بكر وعمر ما في حد يتكلم بوجوده، لذلك إذا ولد الأعلم يسكت الآخرون، يسكت ليش الآخرون ولا يفتئتون ولا يسيئون الأذى في وجود من هو لله.
وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين إذا ولد في المجلس شيخان فلا يتكلم الأدنى دون الأعلى. من الأكبر هو الذي يتكلم الأعلى هو الذي يتكلم من باب حفظ منازل الناس في بعض البعض والأدب في وجود أهل العلم. نعم. وفي لطف النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه عليه الصلاة والسلام فرصة يذهب فصلي فإنه لم يسرب عليه، لم يسبه، لم يتفيض في وجهه، لم يعبث عليه الصلاة والسلام. وهذا في لطف وفي تعليم ايش؟ في تعليم الجاهل وتذكير الناس. نعم. وقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. نعم. أعلمني. هذا مرجو. يعني وهذا فيه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، وكان بيكثر من قوله في الصحيح. يكثر من قوله لا ومقلب القلوب. لا، ولأن من الذي يقلب القلوب؟ الله، هو الله تبارك وتعالى. وهذا فيه العقيدة، الاهتمام بأمر العقيدة. تجد بعض الناس أيها الكرام الفضلاء يهتم بالأمور التي في حياته ويهمل أمور العقائد، وهذا هو الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. سبحان الله، إن هذا الرجل الذي بعثك بالحق هو هنا حلف وأقسم بالله عز وجل ما أحسنه غيرها، علمني. وهذا فيه فائدة، إذا أحد استدرك عليك في شيء يا أخي لا تجادل، لكن قل له يا أخي علمني مما علمك الله، أفيدني مما أفادك الله. وربما هذا الذي أنت تتعلمه الآن يغير، زي الشيخ مقبل. الشيخ مقبل نحن نقرأ في كتابه الآن، هو لما قدم إلى هذه البلاد المباركة إن شاء الله، وش كان عنده الشيخ مقبل؟ كان حارس في عمارة، كان حارس في عمارة بمكة، رجع بالماجستير ونشر السنة والأثر والعلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يبث الله الأرض ومن عليه. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هنا إذا قمت إلى الصلاة، إذا القيام مع القدرة ركن فين في الصلاة. وبعض الناس يجده مريض كبير سن، نقول إذا استطعت أن تكبر الإحرام وقائما فكبرت جالسا بطلت صلاة. يقول طبعا أنا أقدر أكبر الإحرام لكن ملتكش أوقف ليش من الفتح. نقول كبر الإحرام وبعدين ليش؟ وبعد ذلك عليك أن تجد القيام مع القدرة هنا، ودليله قوم الله قانتين، هذا ركن في الصلاة. طيب، الأمر الثاني فقرأ ما جاءس من القرآن. أخذ الأحناف من هنا أن الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، والقول بخلاف ذلك، لأن الحديث كلها يفسر بعضها بعضا. والنبي وضح صلى الله عليه وآله وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خلال غير تمام، فدل أن الفاتحة ركن في الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. طمأنينة هذه أيضا ركن في الصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها، وهذا قول الجمهور. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع كما في المغني لابن قدامة. والأول هو الصواب، فحديث أبي هريرة في تعليم المسيء صلاته فيه فكبر، وكل ما ذكر فيه أركان والركن لا يسقط بالنسيان. هنا الأصول يقول الأمر بيديش الوجوب حتى يصرفه الصارف، وليس في ذمة صارف هنا، لا يوجد هنا صارف. وهنا الأدنى لا يجزي عن إيش؟ عن الأعلى. يبقى الركن أنك تأتي به إن نسيته لا يجزي إلا أن ترجع وتأتي به، وأن تأتي به لا يجزي هنا دون الركن عن الركن، ما يجزي هنا دون الركن عن إيش؟ عن الركن. وكلام الأئمة الأجلاء سعيد بن المسيب والأوزاعي وغيرهما هنا خلاف الوارد. ولما رواه أبو داود من حديث رفاعة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه ثم يكبر. الحديث
ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر عند أحمد ومالك، وكان ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث، إلا أن الشافعي قال تنعقد بقوله الله الأكبر لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته، عن بنيته يعني تقول لا غيرته، غيرته الله الأكبر هنا بقيت الأكبر صفة، لكن احنا قلنا الله أكبر مبتدأ وإيش وخبر، فغيرت عن بنيته رحمة الله على الشافعي الإمام العالم الجهبذ محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي الفرج الهاشمي النسيب الشريف رحمه الله، يعني عالم بالعربية لكن سبحان الله وصفه كل ذي علم يعني غيرته الله الأكبر، هذا صفة أصبحت لنا وليس مبتدأ وليس مبتدأ. نعم. ومعناه وإنما أفادت التعريف، وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله تعالى تعظيم، كل اسم لله تعظيم تنعقد به، وهذا قول مرجوع لأن اللفظ قد ورد ولا اجتهاد مع النص. نعم. تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم أو كبير أو جليل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه، والأدلة قاضية بأنها لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر كما تقدم في التعليق الذي قبلها. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه خلاف ذلك أبدا، لم ينقل عنه خلاف ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. وما قال لأنك أنت مبتلى بالصلاة في اليوم والليلة خمسة مرات بالفريضة، صح ولا لا؟ غير النوافل، فلو أن في المسألة يعني شيء آخر يقوم مقام هذه اللفظة لفعلها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. نعم. وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه. ويعتذر للإمام أبي حنيفة النعمان أنه اجتهد فرام صوبا فأم حلا. نعم. فائدة جملة عدد تكبيرات الصلوات الخمس، شوف 94 تكبير. نعم. جملة عدد الصلوات الخمس 94 تكبيرة. نعم. في الثنائية 11 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الرباعية 22 تكبيرة. حكم السترة للمصلي، حكم السترة للمصلي. الآية ممتازة. الآن نتكلم الآن عن السترة، أي ما تجعله سترة لأثلاك صلاتك حتى لا يمر أحد بينك وبين سترتك، ومر بعدها فلا حرج، لأن هناك من يمر بين صلاتك من دابة ومن إنس ذكري كان أو أنثى، فمنهم من يقبل الصلاة ومنهم من ينقص أجر الصلاة، فهنا ما هو حكم السترة؟ على قولين مشهورين عند العلماء أنه منهم من رأى أن السترة حكمها الوجوب، اتخاذ السترة واجب، منهم شيخ مقبل، ومنهم من يرى أنها مستحب، هذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله على الجميع. والسترة أيها الكرام المباركون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل، تعرفون الرحل أيها الكرام السترة هو الذي يوضع على البعير، له مؤخرة من الخلف يتكئ الإنسان عليها بإيش؟ بمتنه بظهره، نفس هذا الطول قالوا 60 سنتي أو قريبا من هذا، وقال الشيخ بن باز ولو خطا فإنه يعتبر سترة لأنه حسن هذا الإيش؟ حسن هذا الحديث. الشاهد أن الإنسان يهتم بأمر صلاته ويجعل له سترة إذا أراد أن يصلي نافلة كان أو فريضة، ويجوز أن تتخذ الإنسان سترة. عمر شاف واحد يصلي في الحرم فوقف أمامه وقال لا يضرك من مر، فممكن أن أجي وراك وأصلي وأجعلك إيش؟ أن تكون سترة. هل يجوز للإنسان أن يجعل لأخيه سترة؟ نعم، هذا يدل باب وتعاون على البر والتقوى، إذا لقيت إنسان يصلي بدون سترة أن تجعل له أمامه إيش؟ سترة. نعم. استفدنا من الوالد الشيخ مصطفى رحمه الله أن السترة في الصلاة رواية قول عائشة في الدعاء تقول هذا الكلام، هذا في دلالة أن الطالب العلم
يعني سبحان الله، يعني كما قال عروة بن الزبير، كما نقل ابن عبد البر المتوفى سنة 1300 في كتابه المات الجامع بين العلم وفضله، قال: يا أولاد تعلموا مني، تعلموا مني، وأزهد الناس في عالم أهله. تخيل سبحان الله، البيت طالع ما يجيك ولا أم ولا زوجة ولا ابن، أنا ولا مشكلة، وإذا جيت تجمعهم تفرقوا شذرا ما تفرقوا. روى ابن ماجة في سننه عن أبي سمين، استفدنا من والد الشيخ بكر رحمه الله أن السترة في الصلاة واجبة. هذا قول الشيخ، ولكن الأقرب عندما أنها روى ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدر منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. هنا هنا الذي جعل العلماء يأخذون من هنا مقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترته. هنا قالوا هذا الأمر يفيد إيش؟ يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. وهناك أدلة دلت على أنه للاستحباب وليس لماذا؟ وليس للوجوب. نعم. وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاءه أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. نعم. وفي رواية بين مع والقرين أبي سعيد الخدري بابا سبحان الله، حدث هذا مع أحد الناس، هو يصلي ويتيم أمامه، يبعد ما يبعد، ضربه، فشكاه إلى عبد الملك ابن مروان، فقال: لما فعلت ذلك بأخي؟ قال: سمعت النبي يقول كذا وكذا. قال: فقال: نعم عندك بدين، نعم فليقتل. فإن معه القرين قيل: فإنه شيطان. وقد قلت له حديث عبد الله بن عباس عند البخاري قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. رأيت هنا الصارف الذي صرف إيش الأمر، فجعله على الاستحباب وليس على الوجود. ليش غيره في فمررت بين يدي بعض الصف، وعرضنا سترة المأمور، سترة الإمام سترة للمأمور. يعني الآن الإمام إذا ما أخذ سترة ما ضرك أن تمر بين إيش صفوف المأمومين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. ولا يعني إذا كان مأموم ما يمنع شيخ لاحد ما؟ إذا كان ما يمنعش، لا ما يمنعش، يعني المأموم ما يمنع المأموم، لا خلاص، لأن خلاص إمامك سترتك. نعم. أي نعم، هذا الدليل. ابن عباس رمى الأتان ترتع ودخل بين الصف ولا حد منه. أي نعم. طريق بعض الناس عايش كنت في المدينة ولا تكون هنا ولا تكون كذا، وزي يقول لك: يا عم أنت مأموم، الله يرضى، والله أريد أن تفوت يا أخي، أنت مأموم الله يرضى عليك، خلاص. نعم. كذا إخواني، الكتب هذه تقرأ على الناس، تقرأ يغفر عنها كثير من فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأذان تركع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. ألا يدل على عدم الوجوب؟ فقال: هذا لا ينفي غير الجدار. مرور الثلاثة الأشياء بين يدي المصلي. روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن سترته إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. أيوة، مثل مؤخرة الرحل، عرفنا الرحل النبي تعالى مثل الخشب، فهذه تسمى آخرة أو مؤخرة الرحل، يضع الإنسان عليها مثل أو الله، يعني كده مرفع الإنسان شيء من فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه
يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أيوة هذه ثلاثة تقطع قطع بطلان لا قطع نقصان. هذه تقطع قطع بطلان لا قطع نقصان. الحمار أيا كان، والمرأة الحائض التي البالغة ليست الطفل الذي دون البلوغ، والكلب الإيش الأسود. إذا الحمار مطلقا والمرأة مقيدة للمرأة البالغ، والكلب مقيد له الكلب الأسود مع بال أبيض من الأسود قال الأسود شيطان صلى الله عليه وآله وسلم. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. هل القطع قطع بطلان أو نقصان؟ أجاب رحمه الله قطع بطلان، فالصلاة باطلة وليس بطلان نقصان مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة. هذه مسألة، هل مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة يقطع الصلاة أيضا أم أنه ينقصها؟ بعض أهل العلم اختار أن أي يقطعها تماما، وبعض أهل قال لك لا الوارد ليش الرجل بس إذا مرت أمام إيش أمام الرجل، أما المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. ولا يدخل هنا أنه خرج الحديث مخرج الغالب، المرأة أن يذكر الرجال يدخل فيه إيش النساء، لكن هنا في تخصيص بالضبط. قلت ابن حزم يرى أن المرأة تقطع صلاة المرأة وأن الحديث عام، لكن الأقرب العلم عند الله وهذا الذي اختاره جماعة العلم واختار أيضا الشيخ مقبل هنا رحمه الله أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، القطع هنا قطع نقصان لا قطع بطلان. هل في علة يا شيخ بقطع المرأة لصلاة الرجل؟ والله سبحان الله يعني العلة لعلها علة تعبدية، لعل العلة علة تعبدية. قلت للوالد الشيخ مخبر رحمه الله هل هذا عام في مرور المرأة أمام المرأة؟ فأجاب مرور المرأة أمام المرأة لا يدخل في الحديث للفظة الرجل في قوله يقطع صلاة الرجل، أخرجه أبو داود في سننه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قلت وهو قول ابن حزم فقد قال في المحلى ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض، لكن من المعلوم أن الشرع في كثير منه الخطاب يقول فيه بلفظ الذكور ومع ذلك يذكر فيه النساء، والأصل عموم التشريع إلا ما خصصه الدليل والله أعلم. وكأن هنا عائشة تخالف ماذا؟ تخالف أباها. وكأن عائشة تخالف أباها. نعم دعاء لأن المرأة تقطع عائشة المرأة وأن الحديث وأن الحديث عام من الشيخ مقبل أخذ بقول ابن حجر واحد علم لأن المرأة لا تقطع عائشة لا تقطع المرأة لا تقطع صلاة المرأة والعناء والأقرب أنها لا تقطع، وإنما هو المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا مرور المرأة أمام الإنسان. دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون، وهذا فيه نقطة لطيفة، إذا كان المرأة سبحان الله تشغل الرجل وتقطع صلاته نعم إذا كان المرأة فمن باب أولى أنها لا تمر متبرجة في الشوارع. شفت هذا الملحظ اللطيف، إذا كان المرأة إذا مرت أمام الرجل قطعت وأبطلت صلاته فمن باب أولى أنها لا تمر في شوارع المسلمين وفي أسواق متبرجة سافرة إلى غير ذلك، من باب إيش؟ من هذا من باب أن هذا من باب أولى. نعم وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون بعد التكبير. الآن إيش بعد الاستفتاح؟ بعد التكبير وقيامك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. الآن الاستفتاح أيها الكرام الكرام والاستفتاح الصلاة بعدما كبرنا إلى الإحرام، هناك أدعية استفتاح وفصلنا ذلك في الوادي الطيب بعد التكبير وقبل الشروع في القراءة، وهذا قول أهل السنة والجماعة. غير من بعض أهل البدع يقولون أن الاستفتاح
والتعوذ يكون قبل تكبيرة الإحرام، وهذا ذكره صاحب حدائق الأزهار واستدرك عليه الشوكاني في سير الجرار على حدائق الأزهار من قدر الشيعة الإمامية اللي هي في اليمن، وأيضا رد عليه من الأنصار له الشوكاني، يستدلون بقول رب العالمين قول الحمد لله والسلام وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ونذر وكبره تكبيرا. اخذنا هذا وكان هذا تقصد بها، ونقول هذا الكلام كلام خطا وكلام غير صحيح، من الذي اجمع عليه اهل العلم ان دعاء الاستفتاح والتعوذ يكون بعد تكبيره الاحرام وقبل القراءه وقبل قراءه الفاتحه. ودعاء الاستفتاح ايها الفضلاء منها ما خص به في الفريضه ومنها ما خص به في النافلة، ومنها ما كان عاما في الفريضة وفي النافلة، وفإن ذلك استفاضة كثير شرح جواب الاستفتاح. وقد طرح والدي رحمه الله في بعض مجالسه العلمية سؤالا، هل قال أحد إن دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام؟ ثم أفاد رحمه الله أن طائفة من الشيعة يستدلون بآية الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، على أن دعاء الاستفتاح قبل التكبير، وأن الذي في الآية دعاء الاستفتاح، وهذا باطل مخالف للسنة. وقد تعقب الشوكاني صاحب الأزهار حيث قال لو كان عنده كتاب ماتع جدا السيل الجرار على حدائق الأزهار، سبحان الله، في السيل الجرار الشوكاني ذكر في بعض كتبه أنه يجوز للرجل أن يجمع 9 نسوة مشربة، مستدلا مثنى وثلاثة وربع، قال 2 و3 وربع مجموعهم كم؟ 9، ولكنه رجع عنه في السيل الجرار. وددت أن هناك من نصر هذا القول يا شيخ. وقد تعقب الشوكاني رحمه الله في سير جبار صاحب الأزهار حيث قال فصل، وسننها التعوذ والتوجهان قبل التكبيرة. شوف الكلام الجميل، الكتاب اسمه سير الجبار السير المنعمر، لأن الكتاب اللي حيرد عليه اسمه حدائق إسراء إلى ظرف، فكان مناسبا أن يكون سيد الأمر على حدائق إسراء على حدائق إسراء. فتعقبه وقال أقول من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبا من إنصاف يعلم أن جميع الأحاديث الواردة في التعوذ والتوجهان مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد تكبير الافتتاح، وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط فيه ريب. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد تكبير الافتتاح، وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط فيه ريب، وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ بعد التوجه يعني يبدأ بالاستفتاح الله وجهت وجهي الذي تطلع صوتك أجعل الاستفتاح لك الزوج الله بعد بيني وبين خطاياي سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جل وعلا، ويتعوذ بعد التوجه قبل افتتاح القراءة، يعني بعد ما يستفتح يقول أعوذ بالله من الشر والوثيق ثم بعد ذلك يقول نعم. ورد عليهم في نيل الأوطار، يعني أيضا ورد على من قد اكتفى المات على نيل الأوطار. هذا الكتاب النية محلها القلب، وقيامك إلى الصلاة يعتبر نية، فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر. بعد ما تكلم عن الاستفتاح بيتكلم عن النية الآن، والنية أيها الكرام الفضلاء هي عقد القلب على العباد، والنية عقد القلب على العباد، والنية في جميع العبادات محلها القلب، والتلفظ بها بالعدو، التلفظ بها بالعدو.
فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات. أما من يقول طيب ماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبيك اللهم لبيك؟ نقول هذا اسم الإدلال وليس وليس نية، هي الأمر النفس محل والقلب، هذا يسمى الإدلال. فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مؤتما أو إماما، قيامك إلى الصلاة يعتبر نية. والدليل نعم، لأن النية قصدك للعبادة هو نية، قصدك للعبادة هو نية. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم قال إنما الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، والعبادات توقيفية لا بد فيها من دليل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد سئل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى هل تفتقر النية إلى نطق اللسان مثل قول القائل نويت أصلي ونويت أصوم؟ أجاب رحمه الله الحمد لله، نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم، والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ، ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه، ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين، فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها لكونه أوكد، وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله. لاحظوا هذا الكلام ليس كلام الأئمة، هذا كلام أصحاب من الأئمة، أما الأئمة كلهم جميعا مجمعون أنه لا يتلفظ بما ثابت بالنية، وحتى في أصحاب الأئمة هناك من هو لا يرى بها ويرى بالبدعة، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا بدعة؟ هل نحن نبدع كل شغل المسلمين؟ لا، لأن النبي هو الذي قال ذلك في الحديث عنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راجع لمردود، وفي رواية ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجع، وهو الذي كان يقول على المنبر في الحديث أحمد والنسائي وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يلفظ بالنية، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان هذا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه شيء تعم به البلوى، أنت كم مرة يوم في المصلي تصوم وتقول كل أعمالك هذه تحتاج إلى نية، لأنه لا عمل بلا نية، هذه الأشياء تعم به البلوى. كان لو كان الأمر فيها تلفظ أيغفل النبي عنه عليه الصلاة والسلام، هو الذي دل أمته على كل خير وحذر من كل شر أن يدل الصحابة عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا تجد لا في قول ولا في فعل ولا في تقرير ولا في صفة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو كان هذا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام. فقال كل ما أراد يأكل نويت أن آكل سمبوسة، نويت أن آكل حلو، نويت أن فنعم. ولعلمك سبحان الله لا يكفر من يلفظ بالنية إلى الموسوس، الموسوس تابعة الموسوس هو الذي يفعل هذا الفعل، هذا نقص في العقل. فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام، فقال أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، فهذا حنق وجهل.
فذلك أن النية تتبع العلم، وأن النية تتبع العلم، فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم، مع الوجود العلم به ألا تحصل نية. وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته. والله أعلم. رفع اليدين بعد أن يكبر، يرفع يديه مع تكبيره. رفع اليدين في الصلاة، ورفع اليدين في الصلاة فرض على النبي فيه كما قال ابن عمر في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواطن حفظ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الكريمتين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ورفع اليدين مستحب، ورفع اليدين أنه مستحب. رفع اليدين بعد أن يكبر، يرفع يديه مع تكبيره. نعم، فلما رفع اليدين فرفع النبي كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما في أربعة مواطن: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام منه، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. نعم، هو مستحب. نعم. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ليس فيه خلاف في مشروعيته. وهيئته أيها الكرام الفضلاء الآن، هيئته أنه يقول حذ المنكبين وحذ الأذنين، ومنهم من جمع بين الحديث فقال أطراف الأصابع تكون حذ الأذنين، والكف يكون حذ ماذا؟ المنكبين. هذا بجميع التكبيرات بطن الكفين إلى القبلة وظاهرها تلقاها وجهك، مع قول الله أكبر. وهنا قالوا هل التكبير والرفع متلازمان أم متأخران أم متعاقبان؟ ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال يقول الرفع مع القول، يعني الدورات تقول إيش؟ ومنهم من قال الرفع قبل القول، ومنهم من قال القول قول الرفع. كله وردت به السنة، وهذا من خلاف في التنوع فالأمر فيه واسع والحمد لله. نعم. قال ابن رجب في فتح الباري، قال ابن رجب عنده عند فتح الباري على البخاري رحمه الله عليه، رجب الحنبلي المتفسر 75 عند كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري غير ابن حجر. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. المنذر في الإجماع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. يعني هذا إجماع عند الافتتاح، هذا إجماع أنه يرفع يديه. وحكى بعضهم رواية عن مالك أنه لا يرفع يديه في الصلاة بحال، ذكره ابن عبد البر وغيره. ذكره ابن عبد البر وغيره، ولعل ذلك لا يصح عن مالك. وحديث هذا الذي يتمسك به المالكية فعلا لم يثبت عنه رحمه الله، لم يثبت عنه رحمه الله، والذي نقل ذلك في موطئه. وحديثه هذا أي في رفع اليدين مجمع على صحته، لا مطعن لأحد فيه. لا مطعن لأحد فيه. والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة، وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم. قلت: وذهب ابن حزم في المحلى إلى أنه ركن، فقال: ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به، واستدل بالأمر في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والحاصل أن رفع اليدين مستحب عند تكبيرة الإحرام، إذ ليس فيه ما يدل على الوجوب، فضلا
عن الركنية وعليه معظم العلماء، وعن طائفة يسيرة ومنهم ابن حزم أنه ركن، وعند بعضهم أنه واجب. وهذا وظاهر عبارة الوالد أنه يقارن التكبير الرفع. وقد بوب البخاري في صحيحه رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: ومراده بالافتتاح التكبيرة نفسها، فإن هذه التكبيرة هي افتتاح الصلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. ثم أخرج البخاري من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأخرج مسلم من طريق سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا أراد رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وظاهر هذه الرواية أن الرفع يكون قبل التكبير بقوله: رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم كبر. لاحظ الآن أتكلم على المواضع التي يكون فيها التكبير مع اللغو، فهذا جابك الرفع إلى قبل إيش؟ ماذا قال؟ وظاهر ذلك وحاصل وظاهر هذه الرواية أن الرفع يكون قبل التكبير، أي يعني يرفع لمن كبر. أنا قلنا كل وارد قبله وبعده وأخرج مسلم من طريق أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر. أبو قلابة عبد الله بن زيد بن قضاعي رحمه الله، الذي مات مقطع الأطراف هاربا من القضاء بعليه مصر رحمه الله، من التابعين، وكان يدلس ويرسل كثيرا. إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. وحديث مالك بن الحويرث فيه أن التكبير قبل الرفع كما يفيده كلمة ثم فإنها للترتيب والتراخي، كلمة ثم فإنها للترتيب والتراخي. إذا هنا استفدنا حديث ابن عمر أن الرفع قبل التكبير، هنا التكبير قبل إيش؟ الرفع على الوجه الثاني. ثم يأتي مع رواية أجزاء وكله من خلاف التنوع، وهو عدد وفيه سعة، لو كان أمر دون أمر لشق ذلك على كثير من إيش؟ من الناس وتنطع فيه الناس، لكن أعتقد أن الشريعة سهلة يسيرة لا تنطع فيها ولا مشقة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع. وتعقب ذلك الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلت هو قول في مذهب الحنفية، والحق أن كل من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يأخذ بها في صلواته، فلا يدع واحدة منها للأخرى، بل يفعل هذه تارة وهذه تارة وتلك أخرى. انتهى. الحكمة من رفع اليدين. قال النووي في شرح صحيح نعم مسلم. ذكر في كلام كثير يعني التعظيم كالدعاء للاستسلام وذكر غير ذلك. اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين. فقال الشافعي رحمه الله: فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام. وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر ويطابق فعله قوله. وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك وفي أثمرها نظر والله أعلم. مواضع رفع اليدين في الصلاة. يسأل الطالب ويقول: مواضع رفع اليدين. الشيخ، هذا حوار الآن مع الشيخ في مع الطلاب، هذا حوار واحد من الطلاب يسأل: طيب الشيخ تعلم رفع اليدين، ما هي الموضع التي يرفع فيها المصلي يديه؟ فسيجيب الآن هنا الشيخ على هذا الأربعة ذكرناها. رفع اليدين بارك الله فيك في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط، هذا ثابت في الصحيح. وهناك أيضا رفع في السجود، لكن ينبغي أن ينظر، وإن كنا قد ذكرناه في رياض الجنة. روى البخاري ومسلم من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها، فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم: فمن بعدهم يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه. وهو رواية عن مالك والشافعي، قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري. وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث: يستحب أيضا في السجود. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهو أشهر الروايات عن مالك. نعم، لكن الصواب أن تقع في هذا، هم أجمعوا في تكبيرة الإحرام واختلفوا في بقية المواطن الثلاثة الأخرى، والصواب أنها تقع في الإحرام. طب الشيخ، سؤال بالنسبة لرفع اليدين من التشهد الأول، هل يرفعهما بعد الاستقامة ولا حال انتقاله؟ هذا قالوا الشيخ الألباني، قالوا هو قبل أن يرفع، يعني يكبر ثم يرفع، يعني يكبر يعني يرفع يديه ثم يرفع. الصواب في ذلك يا شيخ هو هذا ان شاء الله، هو الصواب بعد من تم التشهد الاوسط. نعم، يكبر ثم يصحب قائما. اي نعم، اي هذا. والثاني الوارد المشروع هذا احيانا، والوارد المشروع انه يكبر وهو قائم. اي نعم، فيها صفتان، يعني خلاص صفه يفعلها احيانا. اي نعم، وهي انه يكبر جالسا ثم يقوم. والصفة الغالبة اللي يكبر مع ماذا؟ مع قيامه، ويفعل هذا حال وهذه الأخيرة. وكان الوالد رحمه الله يذاكرنا في مسألة المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة، فيذكر الأربعة المواضع المتقدمة. ويقول الوالد رحمه الله: ونفي ابن عمر لرفع اليدين في السجود في قوله: وكان لا يفعل ذلك في السجود، محمول على أنه ما رأى. لكن مالك بن الحويرث وابن حجر وائل بن حجر طبعا هم قدم لنبي مرات معدودة فنقل ذلك، فدل أنه قد فعله أحيانا، وهذا الذي نحن نقول يفعل أحيانا، ولكن الغالب هو أنك تنفع عند الحجر.
وقد جاء عن مالك بن الحويرث عند النسائي ووائل بن حجر عند الدارقطني الرفع من السجود والمثبت مقدم على النافي. والمثبت مقدم على النافي. والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت فيه زيادة علم. ولكن ابن عمر أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. قلنا هذا غالب في علي عليه الصلاة. أكثر من مالك ووائل فيحمل على أنه فعله في بعض الأحيان. قلت حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم. وأصل حديث مالك بن الحويرث في مسلم وحديث وائل بن حجر عند أبي داود وفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته وأصله أيضا عند مسلم. قال ابن رجب في فتح الباري ويجاب عن هذه الروايات كلها على تقدير أن يكون ذلك الرفع فيها محفوظا ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع لأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة وإنما كان قد قدم إليها مرة أو مرتين ففعلهما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة. وقد عارض ذلك نفي ابن عمر مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها. فلعلهما رأي النبي فعل ذلك مرة. فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام مع ركعتين. قال الوالد وقد كان أبو حنيفة لا يرى الرفع من الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام. قالوا تلك أغلب الأخوان الأحناف ما يخرج إلا عند الأحناف ولكنه مرجوع لأن المسلم مقدم على النافي وزيادة العلم مقدم من علم مقدم على من لم يعلم ومن رأى مقدم على من لم يروي. فصلى مرة بجانب عبد الله بن المبارك فقال الحوار هذا راح يصير في جانب المبارك عجيب يعني طبعا المبارك مولود سنة 118 وتوفي سنة 181 والإمام أبو حنيفة بن عمار رحمه الله عليه من رحمه الله 150 لل 200 فكان يكبر يرفع مع كل تكبير ابن المبارك فأبو حنيفة قال له حطير أنت ولا قال لو كنت حطير كنت طفت من الأول وطفت من الكبيرة الأولى قال من يقع حاضر طبعا قال له أبو حمد طبعا هذا ما يكون بينه. قال الوالد رحمه الله وقد كان أبو حنيفة لا يرى الرفع من الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام. فصلى مرة بجانب عبد الله بن المبارك فكان يرفع عبد الله بن المبارك يديه كلما ركع وكلما رفع رأسه من الركوع. فقال له أبو حنيفة تريد أن تطير؟ فقال عبد الله لئن طرت في الثانية لقد طرت في الأولى. فأفحمه عبد الله. والأثر علقه البخاري في جزء رفع اليدين. فقال عقبة قال وكيع رحمه الله على ابن المبارك كان حاضر الجواب فتحير الآخر. يعني ابنه كان حاضر ابن المبارك في هذا فتحير أبو حنيفة في سرعة الرد فما عرف كيف يستعلم. وهذا أشبه من الذين يتمادون في غيهم إذا لم يبصروا. والأثر موصول يراجع. والرفع عام للرجل وللمرأة لأن الأصل عموم النساء شفاف الرجال وقضاء الشريعة يشمل الجميع حتى يتم الذكر على التخصيص وأي شيء من صلة الصلاة للرجال وفي للنساء حتى يخص الدليل بأحاديث ما دون لأن الأصل عموم التشريع إلا ما خصصه الدليل.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها. ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، ولا دليل على ذلك كما ولا دليل على ذلك. إلى أين يرفع يديه؟ وردت الرواية حذو منكبين، ووردت إلى فروع أذنين، فممكن أن تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت هذا الرفع في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم. أخرج البخاري ومسلم واللفظ له ومسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع. فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وفروع الأذنين أعاليهما، وفرع كل شيء أعلاه كما في النهاية. وحذو المنكبين مقابل المنكبين، والمنكب مجمع العضد والكتف. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه وراحته منكبيه. فهذا يعني معنى دون أن يلمس بإبهامه شحمة أذنيه، هذا كما قال العلم علم الأصول. وراحته منكبيه، فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رحمه الله بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منهم. وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري الروايات في المسألة، ثم قال: قد اختلف العلماء في الترجيح، فمنهم من رجح رواية من روى الرفع إلى المنكبين لصحة الروايات بذلك، واختلاف ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين. وهذه طريقة البخاري، وهي أيضا ظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، عملا بحديث ابن عمر، فإنه أصح أحاديث الباب، وهو أيضا قول أكثر السلف، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن عبد البر: عليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث. ومنهم من أخذ بحديث مالك بن الحويرث في الرفع إلى فروع الأذنين، وهو قول أهل الكوفة، منهم النخعي وأبو حنيفة والثوري، وقول أحمد في رواية عنه رجحها أبو بكر الخلال. ومنهم من قال: هما سواء لصحة الأحاديث بهما، وهو رواية أخرى عن أحمد اختارها الخرقي وأبو حفص العبكري وغيرهما. وقال ابن المنذر: هو قول بعض أهل الحديث وهو حسن. وقال حرب الكرماني: ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وربما رفعهما إلى منكبيه، وربما رفعهما إلى صدره، ورأيت الأمر عنده واسعا. وقال طائفة من الشافعية:
جمع الشافعي بين الروايات في هذا بأنه يرفعهما حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه وراحته منكبيه. قالوا: ومن حكى للشافعي ثلاثة أقوال في ذلك فقد وهم. قلت: التخيير بين وضع اليدين مقابل المنكبين وإلى فروع الأذنين هو الصواب، فهذه المسألة من مسائل تنوع العبادات، أحيانا يفعل المصلي هذا وأحيانا هذا، والله أعلم. وها هنا كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله نذكرها للفائدة. يقول رحمه الله في الشرح الممتع: والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه والصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل مرة على وجه ومرة على الوجه الآخر. فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه وورد إلى فروع أذنيه، وكل سنة، والأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية، لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر، فلا يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا كنا نعمل بهذه مرة وبهذه مرة. ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة لتقارب الصفات بعضها من بعض. نقول: وهذا شيء مشاهد، ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك دائما تجده من أول ما يكبر يشرع بسبحانك اللهم وبحمدك من غير شعور، لأنه اعتاد ذلك. لكن لو كان يقول هذا مرة والثاني مرة صار متنبها. فبفعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة فوائد: أولا اتباع السنة، ثانيا إحياء السنة، ثالثا حضور القلب، رابعا ربما يكون هناك فائدة رابعة إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة، فإن الإنسان أحيانا يحب أن يسرع في الانصراف فيقتصر على سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فيكون هنا فاعلا للسنة قاضيا لحاجته، ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، كما قال تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال بعض العلماء: إلى فروع الأذنين باعتبار أعلى الكف، وإلى حذو المنكبين باعتبار أسفله، ولكننا نقول لا حاجة إلى هذا الجمع، لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلى ولا أسفل، والظاهر أن الأمر في هذا واسع لتقارب الصفات بعضها من بعض. مسألة مد اليدين عند الرفع مستقبلا ببطونها القبلة أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وأخرج الترمذي في سننه من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة نشر أصابعه. والصواب أن تكون هكذا، لا مقبوضة ولا مبسوطة، يعني هكذا صورة الفضائية. وأعله الترمذي بقوله: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث. يعني ما نشر أصابعه، هذا هو النجم.
نعم يفرق بينهم تتمثل هكذا على طبيعتها. نعم. وفي حديث وفي حديث وائل بن حجر وفي حديث أبي حميد الساعدي ترفع يديك هكذا. حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقته. ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإتهام والوسطى وأشار بالسبابة. أخرج حديث أبي حميد الساعدي البخاري قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه. الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى. أيوه هذه مسألة مهمة أيضا ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله وناخذ الراحة. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.